هذا سائل يقول: هل يجوز الحج عن جدة الكبيرة في السن لكونها مريضة مرضا لا يرجى شفاؤه، مع العلم أنها قد أدت حجة الفريضة؟ ما دامت أدت حجة الفريضة يكفي هذا والحمد لله، ولا تحج عنها. نعم. هذا سائل يقول: هل رؤى إنما الحج عن الميت، الحج عن الميت، أما الحي إنما تحج عنه الفريضة إذا كان عاجزا، وقد حجت الفريضة والحمد لله. نعم.